احنا النهارده مع بعض في جلسه على سوق التغذيه مع الدكتور سوق التغذيه. في الاول بحب اشكر المنظمين الفعاليات المؤتمر ده، الجامعه الدول العربيه، البنك الدولي، وزاره التخطيط المصريه. وبشكر حضراتكم بحضوركم، انا حضرت امبارح او امبارح، واعتقد انه كثير من حضراتكم حضر. وشفنا قد ايه الجلسات غنيه جدا بالاراء، في كثير من الناس بتتكلم على تعاون عام ما بين الجهات المختلفه، شايفين دور قوي جدا جدا للحكومه، سواء الحكومه المصريه او حكومات الدول العربيه، شايفين دور القطاع الخاص قوي جدا في المشاركه في المؤتمر سواء في تمرينات او سواء في دور الدور المختلفه. النهارده الجلسه انا احب حضراتكم باك جراوند عن الاوبجيكتيف بتاع الجلسه، اهداف الجلسه وازاي هندير الجلسه النهارده. الجلسه بنتكلم فيها عن سوق التغذيه واثر سوق التغذيه على المنطقه العربيه. وسوق التغذيه كثير من حضراتكم عارفين انه ليه اثار كبيره جدا جدا، هو احد اهم التحديات اللي بتواجه الدول العربيه والدول في المنطقه عظيمه. وده مش يخص الدول العربيه لوحدها، كثير من دول العالم عندها مشاكل كبيره فيما يتعلق بسوق التغذيه، سواء زياده في الوزن، امراض ساريه، نقص في التغذيه، حاجات كتير. والرقم العالي اللي بيكلف العالم دلوقتي سوق التغذيه حوالي 3.4 تريليون دولار، تكلفه الامراض اللي بتيجي عن سوق التغذيه في العالم. النهارده معانا فنان قوية جدا.